السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد طريقة هائلة بالنسبة للناس اللي تيبغيو يعمروا الفلفلة ديالهم. يعني جبت لكم واحد طريقة ديال الحشوة وواعرة واعرة بزاف. على بركة الله ندوزوا المقادير نوريهم لكم. أول حاجة تنحتاجوا الرز، يعني أنتم ديروا الكمية اللي بغيتوا ديال الرز. أنا شديت هنايا وغسلتها، أنا غندير رز كلاصي على بركة الله. كنحتاجوا في الحشوه ديال هاد الفلفله هادي كنحتاجوا البصله، كنشلضوها بهذه الطريقه هادي، والثومه، المعدنوس، لادان قطعناه مكعبات صغار. بالنسبه للتوابل كنحتاجوا الملحه، كنحتاجوا الابزار، سكينجبير، خرقوم، بابريكا، شويه سودانيه. هادشي هاد التوابل هما اللي تنحتاجوا في هاد الحشوه هادي. وكنحتاجوا يعني واحد شويه ديال الماء باش غادي نشحروا هاد الحشوه، وشويه ديال الزيت كذلك باش غادي نشحروها. وهنايا كنحتاجوا الفرماج ديال الفرماج الاحمر يعني للتزيين. اما بالنسبه للفلفله اللي كنحتاجوا في هاد في الطبق هذا، يعني كنحتاجوا هاد الفلفله هذه، يعني هاد الفلفله هذه اللي تتكون شويه دايره غليظه شويه وتتكون رطبه، هذه هي اللي تنحتاجو، هي اللي تجي زوينه. على بركه الله غادي نشد هذا الرز، هذا غادي نسلقو. بسم الله. التوابل اللي تنحتاج في هذا الرز هي الملحه والسكينجبير. فاش غادي ندير هذا الشيء غيتسلق لي هذا الشيء، الملحه والسكينجبير فاش غيتسلق لي الرز. على بركه الله كنشدو هاد الفلفله هادي، كنفوروها شي شويه يا البنات، داكشي باش درتها لكم في الكسكاس. تنديروها كتفور لينا واحد شي شويه في هاد الرز هذا اللي درناه هنايا يتسلق. نفوروها البنات غير شويه ماشي بزاف. اما بالنسبه لهاد الحشوه هادي غادي نحمروها، يعني نديروها غا في المقله ونشحروها مزيان، وانا غنتلاقى معكم نديرها في المقله ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي. هانتوما البنات، انا درت واحد شويه البصله يعني نشحرها شويه. هنايا درت غا شويه، درت هنا ديك الزيت اللي وريتكم وديك الكميه ديال الماء اللي وريتكم، يعني ودرت عليهم البصله. هي غادي تشحر لي شي شويه البصله لما تنزل شويه. وغندير فيها هاد اللدان والتوابل غير على ما تشحر لي شي شويه باش ما يسقوليش التوابل هادو في المقله. وغندير فيها لدان، غير نرمي التوابل وندير عليها لدان ان شاء الله يا ربي. هانتوما البنات، من بعد ما شحرنا دوك العناصر اللي كانوا عندنا، يعني راه لادان والبصله ودوك التوابل، يعني هاني راه شحرتهم طابوا ليا، والرز هو راه تفور يعني راه طاب، والفلفله اللي فورتها هي راه تفورت ليا، يعني راه جات زوينه دابا، يعني راه تجي زوينه في الماكله ديالها على بركه الله. يعني راه كناخذ واحد الطاوه ديال الفران، دهنت انايا بالزيت يعني تنعمر ونستف هنايا ان شاء الله يا ربي. على بركه الله ناخذ الرز نخلطو مع هاد العناصر هادو، ناخذ غير الكميه اللي غتكفيني. انا البنات راه حكيت واحد شويه الفرماج، اني غنهز شويه ونحرك مزيان. انا البنات راه كنحاول نجيب لكم شي حاجه جداد، يعني راه ما كيكونوش بزاف، يعني كنحاول نبين لكم شي حاجه ما كايناش صراحه الله. الطريقه زوينه يا البنات بزاف، جربوها وردوا عليا، زوينه زوينه بزاف، يعني راه
الطريقه هذه تتعجب الصغار والكبار. انا درت لكم شي حاجه اللي غتاكلوها كاملين، لا الكبار ولا الصغار. بسم الله. هانتوما البنات غنعمرو حدا بوحده وغادي نتلاقاو ان شاء الله. البنات فاش غادي نبدا تعمروهم حتى يعمروا، وفي التالي غتكبوا فيهم واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، صافي؟ يعني باش تزيدوا تنسموهم اكثر، يعني زيدوا لهم واحد شويه ديال الزيت البلديه. هانتوما البنات، ها هو الشكل النهائي ديال هذا الطبق ديالنا، يعني راه تيجي زوين بزاف بزاف وزوين في المذاق، يعني راه روعه في المذاق ديالو. وها هو داك لاصوص ديالو، كي كتجي عاقد تجي ديك لاصوص ديالو عاقده مزيان، تجي زوينه وكتجي بنينه بزاف. ها هي دي لاصوص ديالو كي جات عاقده. هانتوما البنات الشكل النهائي ديالو، وبالصحه والراحه البنات. يلا باي باي عليكم، بصحتكم وراحتكم.